أيهما نشأ أولاً، الأمطار أم الغابات المطيرة؟ الغابة المطيرة لن تكون مطيرة دون أمطار، أعني أن النباتات كلها بحاجة إلى الماء حتى تنمو وإلا تذبل وتموت. فماذا عن القول المأثور في هاواي؟ الأمطار تتبع الغابات، كيف ذلك؟ النباتات الأرضية كافة تفقد ماء حين تتفتح المسام على أوراقها أثناء عملية التمثيل الضوئي، وتتسبب عملية فقد الماء هذه في سحب المزيد من المياه عبر ساق النبات. ولأن الأمطار الغزيرة تشبع التربة في الغابات المطيرة، فإن إمدادها من الماء يكاد يكون غير محدود، لذا يصير بإمكان أشجار الغابات المطيرة تحمل تبعات انتقال الماء عبر سيقانها وفقده بقدر أكبر من النباتات الأخرى، ويغذي بخار الماء ذاك المتصاعد من الغابة السحب المشبعة بالماء، إلى جانب تسببه في عملية الحمل الحراري، وتسرع تلك المؤثرات مجتمعة من تكون الأمطار التي تسقط على التربة وتمتص من جديد. تحدث دورة الامتصاص والتبخر وسقوط الأمطار تلك حيثما تكون النباتات، إلا أن التربة فائقة الرطوبة والأشجار التي تضخ الماء سريعاً في الجو فضلاً عن حرارة الشمس في المناطق الاستوائية، هذه الأشياء الثلاثة تزيد من سرعة تلك الدورة كثيراً في الغابات المطيرة، حتى إن ذلك الماء كله يبقى في المنطقة نفسها، وذلك خلافاً للمجالات الحيوية البيئية الأخرى حيث يمكن أن تتكون السحب في مكان وتسقط الأمطار في مكان آخر. إذا لم تضخ الغابات كل ذلك الماء في الجو، فلن تكون الغابات المطيرة مطيرة إلى هذا الحد، وبدون تلك الأمطار الغزيرة لن تتمكن الغابات من ضخ ذلك القدر الكبير من الماء في الجو. فأيهما نشأ أولاً، الأمطار أم الغابات المطيرة؟ قبل نشأة الغابات المطيرة كان أسلاف الأشجار مثل أشجار الصرو والصنوبر والتنوب هي التي تسود الأرض، لكنها كانت متحفظة في استهلاك المياه وفقدها، من ثم كان الهواء يميل إلى الجفاف وبالتالي كانت الأمطار أقل. إلا أنه منذ نحو 130 مليون سنة نشأ نوع جديد من النباتات خاطر بفقد قدر أكبر من الماء في سبيل رفع كفاءة عملية التمثيل الضوئي. كانت تلك هي النباتات المزهرة، وقد أتت المخاطرة ثمارها، إذ إن زيادة معدل النمو لدى تلك الأشجار مكنتها من التفوق على أسلاف أشجار الصنوبر وسيادة المناطق الاستوائية في العالم. تلك النباتات مغطاة البذور كان معدل فقدها الماء وضخه في الهواء كبيراً إلى حد أنها كانت تجلب أمطارها معها حيثما انتشرت. وفي يومنا هذا صارت حصة الغابات المطيرة من الأمطار أكبر مما لو كانت غابات صنوبر، حيث تكون حصتها في بعض المناطق أكثر بمعدل يصل إلى متر من الأمطار سنوياً. هذا يعادل ساعتين ونصفاً إضافيتين من الأمطار الغزيرة في كل أسبوع. لا عجب في أن تلك الكمية الكبيرة من الماء تبرد الغابة أيضاً، ولهذا لا تكون حرارة غابات الأمازون بمثل حرارة الصحراء الكبرى، ولا حتى بمثل حرارة غابات الصنوبر في شرق تكساس في الصيف، إلا أن المناطق الاستوائية التي كانت جافة وحارة في الماضي ربما تصير جزءاً من مستقبلنا. ففي بعض مناطق غابات الأمازون حيث قطعت الأشجار أو أزيلت في مساحات كبيرة من الغابات المطيرة بغرض الزراعة، حل جفاف غير معهود بالفعل، كما زاد معدل حرائق الغابات. ويساور العلماء القلق من أن تسفر تلك التغيرات عن ازدياد الحر والجفاف والقابلية للاشتعال في المناطق الاستوائية في العقود المقبلة، مما سوف يزيد معاناة المتبقي من الغابات وقاطنيها على حد سواء. إذن فحيثما حل الجفاف ازرع شجرة، فحقا الأمطار تتبع الغابات.